الميدانية التي نالت استحسان الجماهير والتي رفعت الشعارات وصور الفريق أول عبد الفتاح السيسي واللافتات التي تؤيد القوات المسلحة. على أي الأحوال الآن يتم تأمين محافظة السويس من مختلف محاورها وداخل مختلف الميادين، سواء من عناصر الجيش الثالث الميداني بمدرعاته وآلياته وضباطه وجنوده، أو من قوات التأمين التابعة لمديرية أمن السويس اللي بتكثف تواجدها سواء في دوريات ثابتة أو دوريات متحركة. هل لديك أي معلومات عن مسيرات يستعد لها أنصار تنظيم الإخوان؟ بالفعل بدأت يعني منذ أقل من نصف ساعة مسيرة من مسجد حمزة بن عبد المطلب، وهو الموقع الذي طالما خرجت منه مسيرات أنصار الرئيس المعزول. بدأت في التحرك، ربما نيتها هو الوصول إلى ميدان الأربعين. حتى الآن لم تظهر نية المتظاهرين بعد، لكن على أي الأحوال الميدان مؤمن بالكامل. القوى الثورية بدأت في التظاهر والاحتشاد لتأييد القوات المسلحة والاحتفال بنصر أكتوبر منذ صلاة الظهر، وهي متواجدة بالفعل بميدان الأربعين. أشكرك شكرا جزيلا إيهاب ويليام، كنت معنا عبر الهاتف من السويس. وفي الأسكندرية مشاهدين الكرام، يشارك عدد كبير من الفنانين في فعاليات الحفل الذي ينظمه قصر تذوق سيدي جابر بالأسكندرية للاحتفال بذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة. ويأتي هذا بينما قامت القوات الأمنية بإحكام عملية التأمين بمحيط مسجد القائد إبراهيم بعد محاولات عشرات من أعضاء تنظيم الإخوان تنظيم فعاليات بالميدان. ومن هناك ومباشرة عبر الأقمار الاصطناعية ينضم إلينا مراسل النيل ناصر حسن. ناصر، انقل لي الصورة من الأسكندرية. تأتي إلى ميدان التحرير في الأسكندرية إلى ميدان الجزر، وهو الميدان الذي يشهد المليونين هناك. الإجماع من جميع القوى الحزبية في الأسكندرية، كافة الأطياف هنا في الأسكندرية تشارك في هذه الاحتفالية بمناسبة انتصار أكتوبر العظيم. أيضا على الجانب الآخر هناك في ميدان مفتوحة بميدان الدكتور عمالون بتشارك جميع والصلاه في مديريه الشباب بمحافظه الاسكندريه فيها اللواء اركان حرب سعيد عباس الاسكندريه، وبعض الكلمات التي تلقى من الثاني دكتور عمالون، وايضا الفريق البحري استاذ اكيد في قاعده الاسكندريه في الاسكندريه في ميدان الدكتور الوطنيه في الاغاني الوطنيه المعبره عن روح الشعب السكندري للاحتفال اليوم بانتصارات اكتوبر الجديده. يعني حتى الان يمكن تتواجد مجموعه المواطنين تتواجد على الميدان، هناك استنفار امني من مديريه امن الاسكندريه. منذ قليل كان اللواء امين عز الدين مدير امن الاسكندريه في جوله في هذا الميدان. الميدان متامن تماما، تامين كامل لميدان سيدي جابر، نظرا لهناك يعني بعض المسيرات التي كانت على طريق الكورنيش من الاخوان المسلمين المحصوره. هذه المسيره قام قوات الامن بتحريقها نظرا لانهم كانوا يريدون ان يعكروا صف هذه الاحتفاليه، لكن لم ينجحوا في تعكير صف هذه الاحتفاليه الجديده. يمكن هناك على المنصه توجد بعض الفرق الفنيه، بعض قراي من الشعبيه في الاسكندريه، وايضا المصيفات العسكريه من المنطقه الشماليه. حتى الان مازالت الاتجاهات على المواطنين في الاسكندريه يحتفلون بهذا اليوم العظيم، هم يعتبرونه نصرا جديدا على الانتصار على الارهاب في مصر، وخاصه في الحفلات التي تمت في سيناء. هناك نصر جديد ينضم الى مصر 73. تنتظر في الساعات القليله القادمه ان يزداد الاعداد في ميدان سيدي جابر، وهناك ايضا انتصار مع بعض مدارس في الاسكندريه لتحديد بعض الفرق الفنيه، وايضا المظلات التي تقوم بها الاتحاد المصري للمظلات في هذا المكان وفي ميدان الهدافات لتعلن القلعه تلو الاخرى والاماكن والاناشيد الوطنيه، كما ترى في اساسها ان المواطنين يحتفلون اليوم بنصر عظيم ونصر الصوت، ولا يوجد حتى الان ما يعكر الصف هذه الاحتفاليه.
الزميل ناصر حسن، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من الإسكندرية، شكرا جزيلا. رفعت المساجد تكبيرات وآيات من الذكر الحكيم في تمام الساعة 2:05، وهو موعد ساعة الصفر في حرب أكتوبر المديدة عام 1973. وأيضا دقت الكنائس المصرية أجراسها ضمن فعاليات احتفالات الشعب المصري بمرور 40 عاما على انتصارات حرب أكتوبر. وفي كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر، أكد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أن 6 أكتوبر كان وسيظل رمز الكبرياء لمصر والأمة العربية. وقال منصور: إننا انتصرنا حين توجهنا للمستقبل وأخذنا بأسباب بالعمل والتضحية. وأكد أننا نعمل على إقرار دستور لكل المصريين ونتطلع لحراك مجتمعي حقيقي. أتحدث إليكم اليوم في الذكرى الأربعين ليوم مصر العظيم، ذلك اليوم الذي كان وسيظل عنوان الكبرياء لمصر وللأمة العربية بأسرها، يوم 6 أكتوبر 73. وأكد منصور أن العمل جار على كتابة دستور لكل المصريين، وأشار أنه لا تعديل في خارطة المستقبل التي وافق عليها الشعب. وأعرب منصور في الوقت نفسه عن أمله في مشاركة فاعلة من كل أبناء الوطن. نسير على ضرب المستقبل معا وفقا لخطوات صدقت عن إرادتكم في 30 يونيو 2013 تتمة لأهداف 25 يناير 2011. نكتب اليوم دستورنا، دستورا لكل المصريين يكتبه كل المصريين، لا دستور فئة ولا جماعة ولا فصيل، دستورا لكل من يعرفون مصر وطنا ولا يعرفون وطنا غيره. وبهذه المناسبة أعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور عن تدشين مشروعين قوميين كبيرين، هما إنشاء محطات نووية للاستخدامات السلمية للطاقة، وكذلك مشروع تنمية قناة السويس. واعتبر منصور أن هذين المشروعين سيدفعان في اتجاه تنمية الدولة المصرية الجديدة. أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء في كلمة له بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر هذا العام أن الشعب المصري يستلهم روح أكتوبر المجيدة لكي تعيد البلاد أمنها واستقرارها ونماءها. لهذه الملحمة الرائعة، فإننا نستلهم روح أكتوبر المجيدة لكي نعيد للبلاد أمنها واستقرارها ونمائها في معركة قد لا تقل ضراوة أو شرسة. لقد خرجت جماهير مصر الثائرة في 25 يناير 2011، ثم في 30 يونيو 2013، إيذانا بعودة الروح لشعبنا العظيم واستكمالا لمسيرته في بناء الحضارة واستعادة لدوره المفقود، وهذا كله هو في نهاية الأمر استعادة لروح أكتوبر المجيدة. كما أكد الببلاوي أن مصر تمر بفترة عصيبة تتطلب من الجميع التكاتف والتماسك، كذلك الثقة في النفس وفي الغير وفي المستقبل أيضا والتفاؤل به. وإذ نحتفل اليوم بيوم انتصار الجيش
فإن الشعب المصري يؤكد لحمته مع جنوده الأبرار لإعادة بناء دولتنا المدنية الديمقراطية والمشاركة مع أشقائها في العروبة لاستعادة دورنا الخلاق في عالم جديد يؤمن بالحرية والعدل والسلام. وإذ نمر في هذه اللحظات بفترة دقيقة تتطلب من كل أبناء مصر التكاتف والتماسك، الأمر الذي يتطلب الثقة في النفس والثقة في الغير والثقة في المستقبل والتفاؤل به، فهذه هي أدوات النجاح والازدهار. الببلوي أكد أيضا على أن المسار السياسي لتحقيق خارطة الطريق يأخذ مجراه الطبيعي، وذلك على الرغم من الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد. تحية خاصة لخير أجناد الأرض. أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في كلمته بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المديدة، أكد أن الطريق الوحيد للانتصار في مختلف القضايا والتحديات في مجالات التنمية والبناء هو إعلاء قيم الانضباط والكفاءة والتجرد، وهي القيم التي صنعت انتصار أكتوبر المديد، وأكد أن الشعب المصري لم ينفصل يوما عن قواته المسلحة. تحية خاصة لخير أجناد الأرض. فلن ينسى شعبنا العظيم دوركم البطولي في حرب التحرير والانتصار في أكتوبر 73. إنها أنشودة ستبقى خالدة في ذاكرة الأمة لتؤكد قدرة جيشنا العظيم على قهر أعدائه وحماية أمن الوطن. كما نوجه التحية أيضا لأسر شهداء ومصابي حرب أكتوبر الذين حققوا النصر ببطولاتهم وتضحياتهم، ولرجال القوات المسلحة والشرطة المرابطين على الحدود وفي الشوارع والميادين لحماية أمن مصر وشعبها. لقد قدمت القوات المسلحة الكثير من الشهداء من خيرة رجالها، ولا تزال تقدم فداء للوطن من أجل حماية شعب مصر العظيم وتحقيق إرادته. والشعب المصري الكريم يقدر للقوات المسلحة هذا الدور الوطني المشكور. إن الشعب لم لحوار صحفي له منذ توليه منصبه، أكد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أكد أن القرار السياسي المصري مستقل تماما، وأن الدعم الذي قدمته السعودية والأشقاء العرب كان له أكبر الأثر في تدعيم استقلالية القرار المصري. وقال منصور إن مصر تسير بخطى واثقة في طريق تنفيذ خارطة الطريق السياسية، وأن الكل مرحب به طالما التزم بالقواعد الديمقراطية ونزع العنف. وقال إنه سيتم طرح الدستور والاستفتاء عليه خلال الشهر، على أن تبدأ الانتخابات البرلمانية في غضون شهرين إلى شهرين ونصف، ثم تبدأ الانتخابات الرئاسية بعد ذلك بشهرين أو ثلاثة. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الذي وصفه بالصعب، أشار إلى أن المشكلة الرئيسية للاقتصاد تتمثل في تحقيق استقرار أمني لبدء انطلاقة اقتصادية. وقال إن
أقباطا مثلهم مثل المسلمين، لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات. وأشار إلى أن جماعة الإخوان سعت منذ ثورة 30 يونيو إلى الاستقواء بالخارج، وهو نهج قوبل برفض كامل على المستويين الشعبي والرسمي. استشهد شرطي برصاص مسلحين أثناء توجهه إلى